قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا الألسن ترطب بذكر الله والقلوب تطمئن بذكر الله والأبدان تقوى بذكر الله والملائكة تتنزل وكذلك السكينة والرحمات بذكر الله والشياطين تنخنس إذا ذكر الله والصحائف تنور بذكر الله والدرجات ترتفع بذكر الله والخطايا تحط بذكر الله والأجور تعظم بذكر الله، وأجل من ذلك كله وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ودائما نسعد ونغنم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة. وقد أمرنا الله بذلك قائلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا في إخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله لهم التوفيق والسداد. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، نسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل قائلا: هل يجوز طلاق الزوجة وتركها؟ سؤال مقطوع، لكن لعله يسأل تركها معلقة دون أن يوثق الطلاق عند المأذون. أقول: هذا ظلم إذا طلقها وتركها دون أن يثبت ذلك في قسيمة الطلاق حتى يتيسر لها أمرها، فهذا ظلم وإيذاء. والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هل يجوز كفارة يمين الصيام لأنه ليس لدي مال والمال مال زوجي؟ نعم يجوز إذا لم تجدي طعاما تطعمون المساكين. عيار نصاب الذهب عيار 18 تقريبا 100 جرام و14. يقول السائل: هل يجوز أخذ لقطة مكة 100 ريال سعودي تأخذها وتسلميها للأمانات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل لقطتها إلا لمنشد. حكم حلق اللحية إثم، فحالق اللحية آثم لمخالفته رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. تقول: زوجي يجبرني على أن أغش بعض المؤسسات للاكتساب وإلا طلقني وأنا معي 3 أطفال. لا بأس إذا طلقك وأنت ممتنع عن الغش والحرام، فهي هنيئا لك إذا ثبت على دينك. أما الطلاق أمر دنيوي وسيعوضك الله خيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك شيئا اتقاء لله عوضه الله خيرا منه. فإذا أمر الزوج زوجته بفعل محرم وإلا طلقت، لا تفعل المحرم وإن طلقت، وبالله التوفيق.
يقول السائل، يقول الأخ السائل: أوصت أمه بحرق مصحف لها إذا ماتت. أجيب على هذا من قبل بما حاصله أنه لا بد أن ننظر في سبب وصيتها، لا بد أن توصي بحرق مصحفها بعد موتها. هل يجوز أداء العمرة عن كبير السن إذا سبقت له العمرة؟ نعم، يجوز أن تؤدي العمرة عن كبير السن وإن سبقت له العمرة، وبإجمال يجوز أن تعتمر عمن لم يؤدي العمرة وعن من أداها أيضا، وبالله التوفيق، ويستحب لك نفسك وبالله التوفيق. يقول إنه بدون عمل بدولة أوروبية ويقدمون مساعدة مالية لا نعرف مصدرها، هل هي حرام أم حلال؟ حلال لك ولك أن تقبلها كما هو معلوم، لا إشكال في قبولها. يقول: هل ينفع أصلي عن أمي بعدما ماتت؟ لا يصلح أن يصلي رجل عن رجل، ولا أن يصلي ولد عن أمه، ولا أن يصلي أحد عن أحد، فهذه من العبادات التي لا تجزئ فيها أفعال ناس عن آخرين. يقول: مات أبي وترك مالا كله من تجارة المخدرات، كيف نتصرف فيه؟ إن استطعت أن تتخلص منه بإخراجه كله فعلت، وإن عجزت فخذ قدر حاجتك وتخلص من الباقي، والأول أولى إن كنت مستغنيا بلا ريب. يقول: كيف يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء أن تكون رديفته، إلى آخر ما قال؟ أسماء تقول: وطأ لي النبي ناقته لما كنت أسوس فرس الزبير، وأراد أن يردفها خلفه. هذا قبل نزول آية الحجاب كما هو معلوم، قبل نزول آية الحجاب كما هو معلوم. وبعدها: رسول الله محرم لعموم نساء الأمة، وبالله التوفيق. ما أكثر شيء يثبتنا على القرب من الله؟ أكثر شيء وأجله وأعظمه أن تسأل الله أن يثبتك على دينه. قال أولو الألباب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من أكثر أيمان النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب. يقول: حكم إرسال رسائل بمجموعة نسائية، عفوا، قولكم في رجل يقول عن المتأخرين أنهم حرقوا علم الحديث، والرجل قال له كذا وزكاه فلان. كلامه فيه نسبة من الصواب، إلا أن المتأخرين اللاصقين لم يفعلوا ذلك، بل ساروا على النهج الأول، وإلا فكلامه له نسبة من الصواب، ولكن ليس على إطلاقه، فإن الكلام فيه ظلم بلا ريب. فإن من المتأخرين فئات من أهل الفضل والتدقيق والتحقيق والتثبت واتباع أقوال سلف الأمة من علماء الحديث. يقول: هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن تخليل الخمر؟ حسن ذلك، ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن تتخذ الخمر خلا، ولكن هذا محل تحرير يطلب له تحرير أوسع، والله المستعان. صحة، عفوا، يقول: نفسيته مدمرة، أنه
نفسيتها مدمرة أنها غلطت مع شاب ورفض يتزوجني، وربنا أكرمه وتزوج وأنجب. استغفري الله واسألي الله أن يفرج همك، ولعل الندم والتوبة والاستغفار سبب من أسباب إزالة أثر الذنب بإذن الله. ضرب الأطفال سن 3 سنوات، إذا كان ضربا خفيفا للتأديب لا بأس. هذا وأنوه هنا على أمر من الأهمية بمكان، أن طائفة من المدرسين يضربون الأبناء في الإعدادية والثانوية ضربا غليظا أشد من جلد الزناه. في الزنا الجلد لا يظهر الإبط، أما يأتي مدرس ظالم مبير يضرب البنات والأطفال ضربا فظا غليظا كما تضرب الدواب، فهذا ظلم وإثم ولا يجوز له أن يصنع ذلك، بل إن طالبوا بالقصاص لهم ذلك. فليس من حق المعلم أن يضرب هذا الضرب، لأننا لنا شرع. فإذا كانت البنت ضعيفة التحصيل أو الولد ضعيف التحصيل، هذه الأفهام رزق من الله. إذا كان عابثا يعبث من ممكن أن يصرفه عن الدرس، لكن ضرب بهذه الطريقة الوحشية التي يمارسها المدرسون الفظظ الغلاظ لا يجوز، وبالله التوفيق. ما حكم أخذ قطعة لحم بالغلط من حافلة مواصلات واستعمالها علما أن صاحبها مجهول؟ إذا كانت ستتلف، قطعة لحم ستتلف كلها، لك أو لأخيك أو للتلف. ما صحة حديث عفوا حكم الاستجمار عوضا عن الاستنجاء؟ يعني يستجمر بالأحجار أو بالمناديل الورقية بدلا من الماء، هذا جائز. جائز أن يستجمر الشخص بالمناديل الورقية بدلا من الاستنجاء بالماء. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بل والرسول كان يستجمر عليه صلوات الله وسلامه. يقول: ما حكم الذي يقرأ القرآن الكريم من الخميس للخميس فقط؟ يعني كل يوم خميس يقرأ؟ قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. ما الحكم في شاب يريد الزواج من ابنة خالته مع العلم أن خالته أرضعته على ابنتها كثيرا؟ هذا حرام وسيعيش في الحرام، لأنها تعتبر أختا له من الرضاعة. قد قال الله تعالى في بيان المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: وأخواتكم من الرضاعة. وبالله التوفيق. شروط التقصير في الصلاة رغم عدم وجود تعب: قصر الصلاة ليس مقيدا بالتعب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. حكم أكل 7 تمرات كل يوم، من هل من السنة؟ ليس كذا، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح 7 تمرات عجوة من عجوة العالية، في رواية عجوة وفي رواية تمرات من غير تقييد، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. حفل مولد النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن الرسول احتفل بالمولد ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يسأل عن أكل الحلوى في مثل هذه الأوقات: لا بأس بأكل الحلوى في مثل هذه الأوقات وفي غير هذه الأوقات. صحة حديث علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن
لا يمنعه شيء إلا الجنابة، حديث ضعيف الإسناد. يقول خالته أرضعته على ولدها وليس على البنت. إن كان حتى هناك تفاوت في زمن الرضاع، يعني امرأة أرضعت بنتا لها الآن وبعد 20 سنة أرضعت بنتا أخرى، البنت أخت البنت، أرضعت ولدا الآن بعد 30 سنة أرضعت بنتا أختا أخت له من الرضاعة أيضا، كل من اجتمع على الثدي يصبح أخا للآخرين الذين اجتمعوا معه من الرضاعة. الجمع في السفر مع العلم بالوصول قبل الصلاة الأخرى لا بأس بذلك، فمثلا شخص مسافر وفي الطريق أذن للظهر، هل يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر مع أنه قد يصل إلى بلده قبل العصر؟ نعم لا بأس بذلك. ما حكم استخدام الطبلة؟ الطبلة الشبيهة بالدف لا بأس بها في الأفراح ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب فوق رأسك بالدف، قال إن كنت نذرت فافعلي وبالله التوفيق. أما إذا كانت لكم طبلة في بلادكم أيها السائل تختلف عن الطبلة التي في مصر فبحسب الطبلة عندكم، أما الطبلة سميت الدف شبيهة الدف لا بأس بها على الوجه المذكور. كيف أرد على من يسب العلماء والدعاء؟ ذكره بقوله تعالى في كتابه الكريم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أنه سيتحول إلى فاسق بعد أن كان مؤمنا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، وسيسأل يوم القيامة عما قدم واقترفت يده واقترف لسانه. كيف أصلي الجمع في السفر؟ الظهر يجمع مع العصر والمغرب يجمع مع العشاء. أديت فريضة الحج وكنت مفردا ونسيت طواف الإفاضة أنت لم تحج حينئذ، يا من نسيت طواف الإفاضة قد تركت ركنا والحج لا يتم إلا به، فاذهب وطف طواف الإفاضة. هل تقبل صلاتي في السيارة؟ إذا كنت تصلي النافلة في السيارة السنن سواء المطلقة أو الراتبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر على راحلته حيثما توجهت به راحلته. أما الفريضة فإن كان بإمكانك النزول ألزمت بالنزول لصلاة الفريضة وبالله التوفيق. يقول حكم شراء سيارة من وكيل السيارات بالتقسيط؟ عفوا، طيب هل يجوز سفر المرأة مع صحبة أمينة لمسافة تبعد عن بلدتها 3.5 ساعات بالباص؟ لا، إذا دعت ضرورة لذلك تم، وإذا لم تدع ضرورة لذلك فلا يجوز مثل هذا الصنيع وبالله التوفيق. أخي وأبي الأكبر رضع من امرأة واحدة، أخوك وأبوه، أخي وابني الأكبر رضع من امرأة واحدة ويفصل بينهما 10 سنوات، هل يحرم زواج ابني الأصغر من بنت خالتي؟ أخي وابني أختي عفوا وابني الأكبر رضع من امرأة واحدة ويفصل بينهما 10 سنوات، هل يحرم زواج أخي الأصغر من بنت أختي؟ إذا أخوك لم يرضع من خالته والبنت لم ترضع من أمك فالولد يحل له ذلك. عندما أريد أن أهوي إلى السجود هل أقدم يدي أم ركبتي؟ الحديثان اللذان ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهما متعارضان في المعنى، أحدهما
يرشح لك النزول باليدين والآخر بالركبتين، كلاهما ضعيف ومضطرب. أما الثابت عن رسول الله، عفوا، فالأمر عن رسول الله لم يثبت فيه خبر، إلا أن الجمهور أخذوا برأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفعله أنه كان يقدم ركبتيه قبل يديه. وبالله التوفيق. اسم المولود تيمية، لا أعلم في هذا الاسم شيئا ولا أعلم فيه أجرا، إنما سمي بأسماء زوجات رسول الله، سمي بأسماء الصالحات المتقدمات، سمي سارة، سمي هاجر. أما أن تسمي ابنتك تيمية، فنعم هناك عالم هو ابن تيمية رحمه الله، لكن ليس لنا أسوة في أحد نتسمى باسمه أو تسمى بناتنا باسمه، وقد يكون كلامه ليس بمفهوم أو الاسم ليس بمفهوم. فأظنك تؤجر أكثر إذا سميت بأسماء الصالحات اللواتي ورد اسمهن في نصوص. والله أعلم. حكم من قال النبي ليس حجة على الإسلام، هذا شخص جاهل. إننا نأخذ ديننا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، وأخذنا من سنة نبينا إنما هو بأمر ربنا لنا. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى محذرا من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول: هل يجوز صحة حديث أنزل الناس منازلهم؟ بهذا اللفظ في سنده بعض المقال، وإن كان لمعناه شواهد. والله أعلم. ما حكم قوله تعالى، يسأل عن معنى قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. له صور في تنزيلاته، منها إذا جاء الشخص أوصى قبل موته بوصية جائرة، وتدخل شخص للإصلاح بين الورثة بعد الموت وعدل في الوصية فلا إثم عليه. هل الرؤيا بعد الفجر صحيحة أم أضغاث أحلام؟ ليس بشرط أن تكون الرؤيا بعد الفجر صائبة أو تكون أضغاث أحلام، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تصحيح الرؤيا المنامية بعد الفجر أو قبل الفجر. وبالله التوفيق. يقول: حكم استعمال المصحف الملون، لا بأس باستعمال المصحف الملون. حكم المسح على الخفين المقطعين، الأفضل البعد عن ذلك لما في ذلك من الخلاف، فإذا كان الخرق متسعا لا يجوز المسح عليهما. يسأل الأخ محمد بن عشماوي، عفوا، ذهب السؤال محمد العشماوي: هل يجوز تمال طبعة في مكتب العمل لطباعة أوراق شخصية، مع العلم أني أشتري أوراق بيضاء؟ ادفع قيمة استعمالك للماكينة وقيمة الحبر، قيمة الاستهلاك، استهلاك الآلة بالقدر الذي استعملت، وقيمة الحبر وقيمة الورق، واستأذن أيضا. هل تجوز صلاة بوضوء الجنابة؟ كيف ذلك؟ لابد أن تكون قد اغتسلت، وإلا فالصلاة باطلة. أما الاغتسال هل يجزي عن الوضوء؟ قال بذلك الجمهور، خاصة إذا نويت ذلك. هل يجوز زواج دون عقد مع وجود موافقة الأب والزوجة والشهيدين والمهر؟ لأن الزوجة الأولى لن تريد. لا يجوز الزواج بدون عقد، والزوج الذي يريد أن يتزوج ثانية ويكتم على الأولى لابد أن يتوافر في الزواج أو تتوافر أركانه من الولي والشهود والصداق والموافقات،
وما ذلك فهو شخص غشاش يغش أهل بيتي ويخونهم. لا يعني الخيانة المحرمة التي الفحشة، إنما أعني خيانة الأهل المعهودة، والله أعلم. ليست لا أقصد المحرم الفواحش. حرف الضاد في سورة الفاتحة في قراءته الوجهان للعلماء، والأمر في ذلك واسع. يقول ما في صوت أول ملاحظة في هذا الصدد. هل يجوز الزواج من الكتابيات وإن قالت الله ثالث ثلاثة؟ الله سبحانه وتعالى أباح الزواج من الكتابيات على إطلاقه، ولكن فقط قيد بالإحصان. قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يقول: سلس بول بسيط وبغسل الثياب تحت الحنفية، وأنا بغسل الثياب لو انتصرت علي مية هل فيه نجاسة؟ لا، من أنت تقول إنه بسيط فالماء يزيله، والأشياء الخفيفة أظن لن يتأتى على جسمك نجاسة بالطريقة التي تذكرها. هل يجوز اللاعب والخاسر يغدي يدفع ثمن الغداء؟ لا يجوز. رجل أخطأ كثيرا في حياته والآن غرق في نتائج أخطائه وأصبح عواطلي أخرق لا يحسن شيئا، أنصحه بالاستغفار ورد المظالم إلى أهلها وعدم اليأس من رحمة الله؟ أمي وهي غير محتاجة تطلب مني نقودا وأنا لا أعمل، هل لي أن أعطيها النقود؟ وإذا لم أعطيها أكون عاقا؟ أقول بالله تعالى التوفيق. قد قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إلى أن قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما حكم متابعة ماتشات الكرة؟ متابعة ماتشات الكرة ضياع وقت وضياع جهد، ولا يخفى عليكم أننا سنسأل عن أوقاتنا يوم نلقى ربنا. يسأل عن حسن: أنا رجعت من السفر ولعل حسن يحفظه الله مشغول بعض الأعمال. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات. هل ربا النسيء يكون في أي سلعة فقط أم من الأصناف المذكورة؟ ما أدري هل أنت تقصد ربا الفضل أم ماذا؟ ربا النسيء أن تقل شخصا مبلغا لمدة زمنية وتسترده مع زيادة ربوية. ربا النسيء، ربا الفضل هو التفاضل مع الزيادات في الأصناف المذكورة وما جرى مجراها. مثلا نهى عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. لكن السيارة بسيارة دخل فيها التصنيع ودخلت فيها يد بني آدم فلا ينسحب عليها مثل ذلك، والله تعالى أعلم. ما القول الذي الصحيح لقراءة الفاتحة في الصلاة للمأمومين؟ الجمهور يقولون في الصلاة الجهرية تسكت يا مأموم وقراءة الإمام لك قراءة، لقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما معنى النفاق؟ النفاق منه نفاق عمل ونفاق اعتقاد. نفاق الاعتقاد أن يضمر الشخص الكفر ويظهر الإسلام بلسانه ولكن قلبه منعقد على الكفر. قد قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نفاق العمل
فلا يخرج الشخص من الإسلام ولكن يعاقب عليه إلا إذا عفى الله عنه، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. أكل لحم الفرس يا أحمد، أكل لحم الفرس حلال. قد قالت أسماء: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا، وصح نحو ذلك من حديث جابر رضي الله عنه. أما قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فليس فيه نهي، إنما فيه بيان غالب الاستعمال، وبالله التوفيق. في العمل يحتج البعض، عفوا، يقول: الزوجة الأولى، محمد السقاط يسأل: الزوجة الأولى لا توافق على الزواج الثاني، أنت قدر مصلحتك لكن لا تغش، إما أنك تبقى مع الأولى أو يعني قدر مصلحتك والمفسدة. منى تسأل: أختي توفيت وتركت ابنه 4 سنين وقعد معي وعند طفل 10 سنين، إمتى أفصل بينهم؟ إذا وصل إلى سن يخشى فيها الشر والفساد، أما بعد البلوغ فلزاما. هل تستطيع أن تشرح للناس ما يحدث الآن من علامات الساعة إلى يوم القيامة؟ لا أستطيع ذلك على الترتيب الذي تريده أنت مرتبة، لا أعلم أدلة ترتب الأحداث. ذلك رسول الله الذي خرج على أصحابه فأخبرهم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة. الأخ ابن زيد يسأل عن حكم أكل الضفادع. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضفادع. يقول الأخ محمود: حكم ثواب القرآن للميت. لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ويهب ثوابه للميت، لم يرد ذلك. يسأل عن زكاة المحلات. زكاة المحل، أصول الثوابت في المحل لا زكاة عليها، كالأدراج والأرفف والموازين والسكاكين والثلاجات، كل هذه لا زكاة عليها، إنما البضاعة الدائرة التي تباع وتشترى تقوم بسعر الجملة أو بالسعر الذي إذا أعلن بيعة هذه السلع وتزكى ربع العشر. هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم تجوز قراءة القرآن بدون وضوء. لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. يقول: أين تستقر أرواح المؤمنين؟ عفوا، أين تستقر أرواح المؤمنين بعد الموت؟ في القبر أم خارجه أم في الجنة؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرواح نسم المؤمن طائر تعلق بأشجار الجنة يسرح فيها كيف يشاء. ورد هذا الحديث بلفظ في أرواح المؤمنين، ورد شيء مشابه قريب أيضا في أرواح الشهداء: نسم المؤمن طائر تعلق بأشجار الجنة يسرح فيها كيف يشاء. علماء المغرب بما ننصح أن نستفيد منهم، استفيدوا. عندكم يا أهل المغرب طائفة خيرة من أهل العلم وأهل الفضل، استفيدوا منهم علمهم المدعم بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ذو خبرة واسعة بالمذهب المالكي، فخذوا من المذهب القول المدعم بالدليل الثابت صحيح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل أو الأخ نوفل عن شراء دبدوب لابنته. لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اللعب بالبنات وهي العرائس الصغيرات. قالت عائشة: كنت ألعب أنا وصويحبات لي بالبنات، فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم انقمعنا، تعني اختفينا، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيسربهن إلي،
فلا بأس أن تلعب البنات الصغيرات باللعب. وقالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عشراء ونصومه صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن أي من الصوف، هذا كان المتيسر تعني حتى ينشغل حتى تغرب الشمس. ما معنى الاستقسام بالأزلام؟ الاستقسام بالأزلام كان من أفعال الجاهلية، قد حرمه الله إذ قال: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. الاستقسام بالأزلام ثلاثة أحجار، على سبيل المثال حجر يقول افعل، مكتوب عليه افعل، والثاني لا تفعل، والثالث أبيض، يلففونها دورة هكذا مثلا ويثبتون شيئا، يعني دائرة تلف بسرعة ويثبتون شيئا سهما مثلا، إذا وقف الحجر الذي عليه افعل يسافر، إذا كان يفعل يستقسم من أجل السفر، إذا وقف الحجر الذي عليه لا تفعل لا يسافر، إذا جاء الحجر الذي ليس عليه شيء يعيد الكرة. وله صور متعددة، أقداح، حين يلف الأقداح الثلاثة مربوطة مثلا بشيء مع بعض، ثلاث كبيات مثلا، كل هذا افعل، كوب آخر لا تفعل، كوب آخر أبيض، يربطها ويلفها دائرة مثلا، وسم سهم مثبت، أقداح ثلاثة. فهذا كان من صنيع أهل الجاهلية، وقد استقسم سراقة لما أراد أن يدرك رسول الله ويؤذيه، وأبو بكر في طريق الهجرة، استقسم بالأزلام فأشرت ألا تفعل، ومع ذلك خالفها، لكن الله خذله آنذاك وسلم النبي، وبعد ذلك أسلم سراقة ابن مالك. الحاصل أن الله نفى وحرم الاستقسام بالأزلام. في مثل هذا الآن لعب قمار أحيانا يختلف عن الاستقسام بالأزلام. الاستقسام بالأزلام ينبني عليه عمل الشخص، افعل لا تفعل، سأسافر أو لا أسافر، أتزوج فلانة لا أتزوجها، كل هذا بهذه الطريقة محرم. أحيانا يدخل في الميسر في هذه الأيام واحد يجيب صينية حلوى كبيرة على خشبة ويلفف الخشبة بسرعة، وأنت تدفع مبلغا، إذا الخشبة عليها أنواع من الحلوى أو فلوس، فإذا جاء السهم على شيء معين أخذته داخل في الميسر، غير الاستقسام بالأزلام. يقول: هل يجزي المسح بالمنديل في الاستنجاء؟ أجبنا بنعم. الله يعافيك ويبارك فيك وفي أسرتك أيها الأخ الكريم السائل البرنس. حكم العمولات في الإسلام لها جائزة بالضوابط. كيف التوبة من الذنوب؟ الاستغفار ورد المظالم إلى أهلها. ما حكم السنة قبل الجمعة؟ صل ما شئت من ركعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته، وفي رواية: من اغتسل في بيته ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الخطيب استمع وأنصت ثم صلى مع الجماعة غفر له ما تقدم، غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها، فالأمر مفتوح. أما ما يصنع في عدد من المساجد، يؤذن أذانان، الأذان الأول قبل الجمعة بخمس دقائق فيقوم الناس يصلون، بعد ذلك يصعد المنبر ويؤذن الأذان الثاني، ذاك صنيع لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ محمد عشماوي يحفظك الله، السؤال لا يوجه لي: هل يعذر المرء بالجهل كالفنانين مثلا جهلاء بأمور الدين؟ عندنا في ديننا عذر بالجهل، وعندنا في ديننا أمور معلومة من الدين بالضرورة، في أمور يعرفها القاصي والداني أنها حرام، وفي أمور قد تخفى على البعض، فالتي قد تخفى على البعض وجهلوها، فعندنا في ديننا قول رسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: ما من أحد أحب إليه العذر من الله، ولذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وقد قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، فتجيبوهم الملائكة إن أنتم إلا في ضلال كبير.
ما حكم القرض للعمل؟ هذا ربا. أبوه ميت من 4 سنوات ولم يكن يعلم وفاته إلا من قبل أسبوع واحد، هل على أمي قضاء العدة؟ تعتد منذ أن يأتيها الخبر على رأي فريق من أهل العلم، على رأي فريق من أهل العلم. إذا مات الرجل منذ زمن ولم يأتي الزوجة خبر وفاته إلا بعدها بزمن، قال فريق من أهل العلم تعتد منذ نبأ الوفاة، فالله أعلم. وفي القولان للعلماء. يقول: إذا كانت خطبة جمعة محتواها تافه، هل يجوز أن أنشغل بالذكر؟ يعني إذا كان مثلا يكذب على رسول الله، أو يحدث بأحاديث مكذوبة، أو يصعد يثني على الحكام ليل نهار وهم ظلمة أثمة، ويثني عليهم ويخش الناس ويضلل الناس، أو أمور شتى، يعني إذا خرج عن ذكر الله سبحانه إلى نصرة باطل أو نحو ذلك، فحينئذ هل لك أن تستغفر الله؟ لك أن تستغفر الله في مثل هذه الحال، لك أن تستغفر الله. تحضرني قصة لكن لا أبني عليها عملا، لكنها من باب إدخال شيء من يعني الترويح عن النفس في هذا الصدد. هي مشهورة في كتب المصطلح لكن بعضهم يشكك في نسبتها. كان هناك راو أعمش، يقال له الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش، من المحدثين المعروفين في كل كتب السنة. فكان في المسجد وهو من أهل الحديث، يعرف الحديث الصحيح والموضوع، فطفق الواعظ كما هو شأن أكثر الوعاظ إلا من رحم الله، يحدث بأحاديث مكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعبر الأعمش عن إنكاره بأن جلس ينتف الإبط والواعظ يعظ، لم تكن خطبة جمعة. فقال الواعظ: يا هذا، ما هذه قلة أدب؟ قال: أنا في سنة أنت في بدعة، يعني أنا نتف الإبط سنة وأنت رجل، يعني لا أعول على الواقع، إنما ذكرتها فقط من باب. هل يجوز المرأة أن تصلي بدون جوارب؟ نعم يجوز، والأفضل تغطية القدم. هل يجب على الشخص الذي حج ولم يحرم من الميقات من محل أن يطعم 10 مساكين من نفس البلد؟ وإذا ترك الإهلال من الميقات، ترك الإهلال من الميقات متعمدا، عليه دم عند الجمهور. أما إذا أهل من الميقات لكن بملابسه، أطعم 6 مساكين ولم يحدد مكان إطعامهم، إلا أن الأكثرين يقولون من أهل الحرم، والله أعلم. مات ومصر على الكبيرة، أمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. حكم المسح على النعلين، النعلان لا يمسح عليهما، إنما الذي يمسح عليه بالاتفاق الخفان. الخف يختلف عن النعل، الخف يغطي بز الرجل، أما النعل دون بز الرجل. والحديث الوارد في المسح على النعلين والمسح على الجرابين ضعيف، الثابت والمتواتر المسح على الخفين. حكم قتل الذباب بالضرب، يجوز قتل الذباب بالضرب، هل يعمل بالحديث الضعيف؟ اختاروا أننا نعمل بالذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما العمل بالضعيف فقد ذهب إليه بعض العلماء مقيدا بقيود، منها ألا يشتد ضعفه، أن يندرج تحت أصل من الأصول، يكون في فضائل الأعمال، ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. بارك الله فيك يا أخي البرنس. فوائد البنوك حرام، هل يجب حضور خطبة الجمعة حتى لو كانت بلغة لا أفهمها؟ احضرها واغنم بركة المجلس. هل يجوز أن أصلي إمام بأختي المتزوجة وتقف جنبي؟ لا، تقف خلفك.
عفوا. حكم لبس الذهبي المحلق للنساء. يا أبا عبد الرحمن، لا مانع من لبس الذهبي المحلق، لا مانع من أن تلبس النسوة الذهبي المحلق، وجل الذهب على عهد الرسول كان محلقا، وهذا رأي جماهير العلماء سلفا وخلفا، خلافا لبعض علمائنا المعاصرين الذي ذهب إلى تحريم الذهب المحلق على النساء، وذاك رأي مطرح وشاذ بلا ريب. ولي رسالة في هذا الصدد اسمه المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق، وقد كانت عائشة تلبس الخواتيم العظام. العدة الزمنية لمن أكل البصل، المدة الزمنية لمن أكل البصل إذا ذابت رائحته، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. أبو يوسف، لا يجوز لك الذي تسأل عنه، هل سيارة الأجرة عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة يا محمد. يقول الأخ، يقول لماذا لا تنصح كما كنت تنصح؟ ننصح في كل وقت وحين، ننصح رؤساء المسلمين أن يقيموا شرع الله سبحانه وتعالى، ننصح كل حكام المسلمين ليس حاكما واحدا أن يقيموا شرع الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم لرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال الله تعالى ذكره في كتابه الكريم، ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فننصح كل حكام المسلمين في مصر وفي تركيا وفي قطر وفي كل بلاد العالم أن يقيموا شرع الله، ونعلن عن بغضنا للديمقراطية في كل العالم سواء في مصر أو في تركيا، وعن العلمانية، نبغض العلمانية والليبرالية والاشتراكية، ولكني أنقم على قوم يظنون أن السلامة والنجاة في الديمقراطية، أنقم عليهم نقمة شديدة، وكذلك الذين يظنون أن النجاة في العلمانية. والنجاة، كل النجاة يا عبد الله، يا من تسألني هذا السؤال، في اتباع كتاب الله وفي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي كل وقت وفي كل حين ننصح الكبار والصغار، ننصح الحكام والمحكومين باتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله. وليتك تنصح بذلك، ليتك تنصح بذلك حفظك الله، وهذا الذي أمرنا به. يقول صديقة تسأل، تقول لي صديق أعرفه جيدا في الفيسبوك، تقول أريد أن أحذفه لكن الباقي محذوف عندي، هل توجد، هل هناك زكاة على الألماظ أو الألماس المتخذ للزينة؟ ليست على الألماظ زكاة وإن بلغ ملايين الذي يتحلى به، إلا إذا كان عروضا للتجارة، إذا كان عروضا للتجارة فلا بأس. أما إذا لبست امرأة خاتم ألماظ بنصف مليون جنيه تزينا ليس عليه زكاة، لكن الذهب عليه زكاة. السيد الشربيني، الأهل أخفوا عن زوجة ابنهم بزواجه الثاني، هل يأثم من يخبرها؟ لا يأثم، بل يستحب إخبارها، يعني لا يستكتم الزواج، يعلن النكاح، يعلن ويعرف في الناس أن فلان تزوج بفلانة. لست بغشاش إذا قلت لأهل الزوجة أو للزوجة زوجك متزوج إذا كان ذلك حقا. أما الغش والتدليس فليس في ديننا. هل يجوز
أن المرأة تشقر لحواجبه أم براء أو أم البراء، تشقير الحاجب يجوز بضوابط، منها أن تكون المادة المشقر بها لا تزيل الشعر ولو بعد حين، منها ألا تتبرج به للرجال الأجانب، منها ألا تدلس به على خاطب، منها ألا تكون أسوة يؤتسى بها فيظن الناس أنها متنمصة فيستجيزون ذلك، وقد قال النبي أنها صفية. معتز الحلو يقول: أول شيخ أحبه من أصول مصرية، بارك الله فيك، نحن إخوة أينما نكون وحيثما نكون، والحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ليس بمحظور، ففي مصر علماء وأهل فضل، وفي الشام علماء وأهل فضل، وفي السعودية علماء وأهل فضل، وفي العالم كله علماء وأهل فضل، وما نحن إلا عبيد من عبيد الله. نسأل الله أن يغفر لنا وما نجهله أكثر مما نعلمه، نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والهفوات. ما حكم الرفض إرجاع هبة أعطيت له إذا تمكن من ذلك؟ من إرجاع هبة، عفوا، من رفض إرجاع هبة أعطيت له، إذا كانت أعطيت له والهبة مسببة، إذا كانت الهبة لها سبب فله أن يقبلها، له أن يقبلها، لأن الهبة المسببة جائزة. أما إذا كانت ظلما، يعني أبوه أعطاه فدان من الأرض وحرم كل الأولاد مثلا لغير علة ولغير سبب، فيستحب للولد أن يردها على سائر إخوانه وأخواته إقامة للعدل. خلاص، انتهى. يقول الأخ محمد زيدان، عفوا، يقول محمد عشماء: وهل يجوز للرجل أن يحدد الدقن ويزيل الشعر الزائد بالمنقاط؟ انتبه لا تجور على اللحية التي أمر الرسول بإيفائها. الشعر اللي في الخد ممكن تزيله، أما أنك تخربها وتعمل خطا صغيرا أو تفعل مثل شيء لحية الإيرانيين التي تشير إلى أن هنا شعر فقط، فانتبه حتى لا تجور على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتج بعض الناس بحديث أنزلوا الناس منازلهم في معاملة الطبيب والرؤساء معاملة أفضل ممن هم دونه. أقول بالله تعالى التوفيق، نحن مأمورون بالتأدب مع الناس كلهم وبالأخلاق الكريمة مع الناس كلهم، أما أن تكون في مجلس ولأن شخصا مثلا طبيب والآخر محاسب توقر الطبيب عن المحاسب، هذا لم يكن كذلك على عهد النبي. بل أذكر بحديث في هذا الصدد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مجلس، فمر به رجل فقال للصحابة: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري يا رسول الله، إن خطب أن يزوج، إن تكلم أن نسمع لقوله، إن شفع أن تقبل شفاعته. فمر رجل من فقراء المسلمين قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن تكلم لا نسمع لقوله، إن خطب لا يزوج، إن شفع لا تقبل شفاعته. قال: هذا خير من ملء الأرض من ذاك. وقد قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما هو معلوم. هل يجوز للمرأة أن تحب رجلا متزوجا وتحبه؟ ما توابع هذا الحب؟ ما توابع هذا الحب؟ هل سترسل إليه أهلها يقولون: ابنتنا ترغب في الزواج منك، أم حب يولد الحرام ويوصل إلى المحرم؟ فكل ما يولد إلى فساد يمنع، الله لا يحب الفساد. الشيخ أحمد نبيل حفظه الله والشيخ محمود رجائي حفظه الله يشاهدون: كيفية إقامة عرس شرعي؟ يعني النساء يغنين مع بعضهن البعض، و
يلهن مع بعضهن البعض باللهو المباح، والرجال تفعل لهم وليمة، والنساء أيضا يأكلن أيضا في مكانهن. ولكن أحببت امرأة زوجها مسجون، لماذا يا عمر بن عبد العزيز؟ وفسخت نكاحها في المحكمة من أجل الزواج بي. ظلمت نفسك وقد وقعت تحت طائلة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها وستسأل يوم القيامة. وكان من اللائق بك أن تحفظ أخاك في غيابه، لكنك ما أحسنت، عليك بالاستغفار والبعد عن هذا. كيف يعرف المرء نفسه أنه لا قدر الله ممكن ممن ضل عمله ويعتقد أنه ممن يحسن صنعا؟ اقرأ الآية: يحفظك الله، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فإذا كنت ممن كفرت بآيات الله ولقائه فأنت ضل. الذين كذبوا بآيات ربهم ولقائه أولئك الذين حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذا كنت تريد أن تعرف أنك على خير أو على شر اقرأ كتاب الله، إن كنت ممتثلا أنت على خير، غير ممتثل أنت على حسب بعدك. حكم النكاح الذي اشترطت فيه المرأة العصمة في يدها من بداية النكاح وطلقت زوجها بهذه العصمة، النكاح باطل. إذا قالت امرأة أتعيش الفوائد اللي أخذتها من البنك حطها فين؟ ضعها للفقراء في أيدي فقراء لا تربطك بهم قرابة، في أيدي فقراء لا تربطك بهم قرابة، أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين إلا المساجد. هل من يحفظ على من يحفظ القرآن وهو مستمر في الحفظ على الرغم من أن بعض ما حفظه به أوجه غير مثبتة، هل هذا يجوز؟ يجوز، أحيانا الشخص ينشط كي يختم، لكن هناك مدرسات معقدات، البنت تحفظ في مكان وتنتهي من 15 جزءا وتريد أن تدخل في 16 تردها من أول سورة الناس، تحطم نفسية البنات، يحطم الشخص نفسية الرجال. سدد وقارب، وازن بدل من أن تعقد الناس في معايشهم لإثبات جدارتك، لا تفعل، وازن بين الأمور. يحفظك الله. صحة حديث عليكم باتفاق حب الرشاد، لم يصح حديث في حب الرشاد. الرد على من يقول فحش القول ويتعلل بقوله تعالى عتل بعد ذلك زنين، يعني يتكلم كلام قبيح ويقول إن الله قال عتل بعد ذلك زنين. يا أخي، لا، كلام الله أحسن كلام وخير كلام وأبلغ في التعبير من أي كلام. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم لرسوله الأمين: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. فلا تتبع أمورا تلوي بها النصوص الهائلة، الكم الهائل من النصوص، وتكون سفيها بذيئا سبابا طعانا مغتابا قذر اللسان بناء على أفهامك الخاطئة لشرع رب العالمين وتنسب ذلك للشرع. يسأل رضا بن حافظك الله يا رضا: هل يجوز أن أعطي أبي من كفارة اليمين؟ لا يجوز، لأن الولد مسؤول عن الإنفاق على والده إذا كان الأب فقيرا. هل للجن تأثير على إرادة الإنسان وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله؟ أبي مات قل لبس الألماس للرجال يا شيخ؟ لا،
إذا لبس الرجل ألماصا، ليس هناك نص يحرم الألماص على الرجال، يعني إذا لبس الرجل خاتم ألماص، لكن إذا كان في مقام يكون متشبها فيه بالنساء، شبها فيه بالنساء، فلعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. بارك الله فيك عبد الصمد. لا تشتري السيارة من البنك، هل عفوا أب مات وله بنتان وزوجة وأشقاء، ابن ميت قبل أبيه وله بنتان، كيف يكون أب مات وله بنتان وزوجة وأشقاء وابن ميت قبل أبيه وله بنتان، كيف يكون الميراث؟ له بنتان لهما الثلثان، وزوجة لها الثمن، وأشقاء وابن ميت قبل أبي. لا، الأشقاء ليس لهم شيء، الذين الأحفاد يقومون مقام الأبناء في حالة فقدان الأبناء فيأخذوا الباقي. أبو حفص البرعي، هل الجلوس للرقية بدعة؟ كيف يعني أنت ترقي نساء أو ماذا يا أبا حفص؟ يعني رجال يرقون النساء وتحصل مفاسد لا حصر لها من جراء ذلك، فانتبه لنفسك. بهذا القدر أجتزئ سائلني الله أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على كتابه الكريم وعلى سنة نبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ختاما أذكر نفسي وإخواني بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم، بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم، دين الإسلام. فقد قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. أيضا أذكر نفسي وإخواني بالثبات على شريعة الإسلام، ثبات على شريعة الإسلام التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده. قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، والبعد عن البدع والضلالات والخرافات والمذاهب المارقة التي وفدت على بلاد المسلمين كالعلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من مذاهب التيه والضلال. ختاما أحذر أيضا من مذاهب التكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغير هؤلاء الذين حادوا عن طريق الحق وعن طريق الصواب. أذكر بإخوة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله وما أنا من المشركين.